بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع الباب 21 تونوتو دلاسترادا مانوتاسيون ديل فيكولي، صيانة الطرق والمركبات. النهاردة هتكلم على الجزء الأخير في الباب اللي هو فريني الفرامل. قلنا الأجزاء التي يجب عمل كنترول عليها باستمرار اللي هي المورتازاسيوني اللي هي المساعدين او النوابض او نظام التعليق سسبنسيون للفيكولي، وكمان البنوماتيتش الاطارات، وايضا الفريني الفرامل. اتكلمنا على الجزئين الاولانيين، النهارده هنتكلم على فريني الفرامل. طبعا هنا كل العربات بمحرك تتواجد فيها ثلاثه انواع من الفرامل، سوني اوتو فيكولي سونو تريتي ديل فريني، ثلاث اصناف او ثلاث انواع من الفرامل موجودين في جميع العربات بمحرك. اول نوع من الفرامل فريني دي سيرفيسيو، فرامل الخدمه اللي هي فرمله الرجل العاديه او دواسه الفرامل بتاعه الرجل، اللي هي طبعا موجوده في المنتصف. في الاول بيكون البنزين تزويد السرعه، وبعد كده الفرامل دواسه الفرامل، واخر دواسه على الشمال اللي هي الدبرياج او فاصل الحركه. يبقى فريني دي سيرفيسيو فرامل الرجل او فرمله الخدمه سي لاوزو دورانتي لا مارش، اللي هي بنستخدمها في الطبيعي في استخدام او في توقف العربه، الفرمله اللي احنا بنستخدمها في توقيف او ايقاف العربه، فرامل الرجل او فريني دي سيرفيسيو. النوع الثاني من الفرامل اللي هي فرمله او فريني دي سيكورسو، اللي هي فرمله الطوارئ، واللي بتستخدم او بتشتغل في حال تعطل جزء من الفرامل بتاعه الخدمه او فرامل الرجل، اللي هي فينسيونا شي سي جويستو او سي سي جويستو اونا بارتي دي فريني دي سيرفيسيو. لما بيعطل جزء من الفرامل الاساسيه او فرامل الرجل بتشتغل فريني دي سكورسو، اللي هي فرامل الطوارئ. النوع الاخير من الفرامل اللي هي فرامل او فريني دي استانسامينتو، اللي هي فرمله اليد، فرمله اليد اللي هي بير امرجنسا وبير تينيري الفيكولو انسوستا، اللي هي فرمله منع الحركه او الفرمله اللي بتثبت او بتثبت العربه اثناء توقيفها في الباركيجو او في السوسته. دول الثلاث اصناف من الفرمله اللي متواجدين في اي عربه بمحرك، فرمله الرجل، فرمله الايد، وبعد كده فرمله الطوارئ. نشوف بقى الاستعمال الفرمله بير لاوزو برلونج دي فريني بروفيكاندو il suscaldamento comporta la diminuzione di efficienti frenate. استعمالك الطويل والمتكرر للفرملة بيؤدي إلى تسخينها وبالتالي بتحد من كفائتها. يبقى استعمالنا الطويل للفرامل بيعمل كونسومة أو تآكل أو استهلاك للفرملة، وبالتالي بيضعف استعمالها أو بيحد من كفاءة هذه الفرملة. يبقى هنا بيركورندي لونج رابيدا ديتشيزا، لو احنا بقى طالعين او بنعبر المطلع او المزلقان او المنحدر بيركورندي اونا رابيدا ديتشيزا نعمل ايه؟ يبقى هنا نيسيساريو انساريري اونا مارشا باسا بير افيتاري دي سيرسكالداندو افريني. هنا أثناء عبورك للمنحدر الطويل والمنحدر الحاد يجب عليك دايما أنك تنزل المنحدر وانت مدخل غيار أو سرعة منخفضة علشان نتجنب تسخين الفرامل. يبقى أثناء عبور المنحدرات الطويلة والحادة يجب إدخال مبدل السرعة المنخفض، درجة سرعة منخفضة، الغيار الثاني أو الثالث السكوند أو الترسة عشان نمنع تسخين الفرامل لسكالدامنت فريني. كمان هنا مطلوب مني الليفيلو دي ليكويدو، الليفيلو دي ليكويدو دي الفريني ديفي اسري سيمبر كنترولاتو، دايما السائل او الزيت بتاع الفرامل يجب دايما ان هو يخضع للفحص والصيانه بصوره دوريه. يبقى دايما يجب فحص سائل الفرامل بصوره دوريه وعمل كنترول عليه بشكل دوري. الفريني ديستانسامينتو نون ديفي اسري
اوتوريزاتا بير لا فرناتورا دي سيرفيسيو. فرملة اللي هي اليد يجب عليك انك لا تستعمل فرامل اليد او فرامل منع الحركة اللي هي فرملة اليد لخدمة التوقف او لخدمة الكبح مكان فرملة الرجل، يعني ما نعرفش او غير مسموح لك انك تستعمل فرامل الايد مكان فرامل الرجل بصورة مستمرة. الكلام ده طبعا غير صحيح. السيرفوس تيرسو اللي هي الفرملة المدعومة، سيرفوس تيرسو الفرامل او الفرامل المدعومة اللي هي وظيفتها ريند لافريناتا بيو موربيدا اللي بتخلي الفرملة تكون سهلة ولينة. يبقى السيرفوس تيرسو السيرفو فريني عفوا السيرفو فريني بيجعل الفرملة اقصى ليونة وامان. السيرفو فريني فينسيونا solo quando il motore in movimento non può funzionare il motore quando il motore è spento. السائل دهوت او الليكود دهوت او الزيت بتاع الفرامل ما بيشتغلش الفرمله الا اذا كان الموتور مشتعل، يبقى يعمل فقط اذا كان المحرك مشتعلا، ولا تشتغل الفرامل عندما يكون المحرك مطفى او غير مشتعل. طيب نشوف بقى سي بيركورندو اونا لونجا ديتشيزا كون الكامبيو انفولو سينسا مارشا انساريتا ايه موتوري اسبنتو، نشوف ايه هي الاخطار اللي ممكن نقع فيها او تتسبب نتيجة السير في منحدر والمحرك بتاع السيارة مطفى وكمان العربية بدون غيار يعني في الوضع المحايد. ايه النتائج اللي ممكن تحدث اثناء ذلك؟ رقم واحد ان هو الكلام ده بيعتبر مولتو بيركولوزو، يبقى فيه خطورة كبيرة اثناء عبورك للمنحدر والموتور مطفي والمبدل بدون داخل سرعة، يعني المبدل في وضع او غيار في وضع المحايد، مفيش غيار العربية الكامبيو فول. عشان كده بنقول لما يجي لك اي سؤال وفيه جملة الكامبيو فولو يبقى على طول إجابة السؤال ده هتبقى فالصو في جميع الأحوال. أي سؤال في الكامبيو فولو سينسا مارشا انساريتا الإجابة بتاعت أي سؤال فيه الجملة دي بتبقى فالصو، وهنعرف الكلام ده كله في فيديو خاص بها إن شاء الله. يبقى مولتو بروكولوزو في خطر كبير جدا اثناء عبورك للمنحدر والعربيه الموتور بتاعها مطفي ومش واخده غيار. كمان هنا اومنتو الريسكو بروفيكاري انشيدنتي، بيكون خطر الوقوع او التسبب في حادثه بيكون كبير، بيزيد خطر التسبب في الحادث. كمان ايضا اومنتا السباسيو دي فرناتورا، مسافه الفرمله بتحتاج انت مسافه كبيره علشان تقدر توقف العربيه، يبقى هنا بتزيد مسافه الفرمله. ايه اللي بيحصل كمان؟ ديفينتي سيمبر بيو ديفيكولتوزو ارستاري الفيكولي، ايضا بتواجه صعوبه في توقيف العربه باستعمال الفرامل. لما يكون العربيه الموتور مبطل مش شغال الكامبيو فولو بدون مارشه بتبقى فيه صعوبه للتحكم في الفرامل، لان احنا قلنا السيرفو فريني ما بيشتغلش اللي هو جهاز التحكم في الفرامل ما بيشتغلش الا لما يكون الفرامل وهي المحرك اثناء ما يكون شغال. لما يكون المحرك مطفي ما بيبقاش له فاعليه قد كده. طيب هنا كمان نشوف بقى قواعد الامان عند استعمال الفرامل، ايه هي قواعد الامان اللي احنا مفروض نستعملها اثناء استعمالنا للفرامل بشكل جيد عشان خاطر ما تتاكلش او تبقى كونسومات. ادي هي الباستيليا او الورنسيون دي فريني اللي هي الاطار بتاع الفرمله او جلده الفرامل، ممكن ديت اي كونسوماتا متاكله هي تبقى تتاكل، وديت كواندو نوفا ديت كواندو نوفا ودي كواندو كونسوماتا. يبقى هنا قواعد الامان عند استعمال الفرامل نون بزونيا فريناري تروبو ايبر تانتي تيمبو، نتجنب دايما ان نستعمل او نكثر من الفرمله ولمده كبيره، مش على طول نستعمل الفرامل وكمان الضغط لمده كبيره. ان ديتشيزا مانتينيري اونا مارشا بيو باسا مارشا بيكولو، اثناء يجب نقل مبدل السرعه على
الغيار المنخفض، يبقى دايما بندخل غيار منخفض اللي هي مارشا بيو كورتا او بيو باسا بيو بيكولو اللي هي الغيار الثاني او الثالث خصوصا في المنحدرات. يبقى الليفيلو دي ليكويدو دي فريني دي في اسري كنترولاتو، يبقى دايما السائل او الزيت بتاع الزيت الفرامل يجب دايما عمل كنترول عليه بصيغه او بصفه مستمره. الحاجة الأخيرة اللي عايزين نقولها دبو اللافاج ديل فيكولي أبورتوني إسيجويري أونا بروفا دي فريناتا، نعمل بروفا أو نختبر الفرامل بعد غسيل العربية. يبقى من الأفضل ليك بعد غسيل العربية أو تعرضها للماء يجب عليك اختبار الفرملة قبل القيام بأي مناورة لحركة السير. نختبر الأول الفرامل إذا كانت فنسيونة ولا لا بعد عملية اللافاجيو. نشوف بقى سيستيما فريناتا أنت بلوكاجيو الروتا، سيستيما فريناتا أنت بلوكاري الروتا اللي هي نظام الأبيس، ABS نظام أو جهاز منع تجميد العجلات، جهاز منع تجميد العجلات اللي هو وظيفته دايما بتكون إن خلي العجل أو الروتا ما تحصل لهاش بلوك أثناء التلج أو أثناء المطر. يبقى هنا الـ ABS سيرفي إنون فار بلوكاري لروتا سوسترادا بانياتا وسوسترادا جياتشاتا، جهاز منع الحركة الـ ABS بيعمل على منع تجمد العجلات إن هي تحصل لها بلوك، العجل يعمل له بلوك ما يمشيش يتجمد أثناء التلج أو أثناء المطر. كمان هنا سيديفي كونتونواري فريناري فورتي انكل كواندو انفنسيونه، ايضا يجب عليك انك تواصل الفرمله حتى لو تم تفعيل الجهاز ده اللي هو جهاز ABS، حيث يسمح الجهاز ده بيصحح مسار العربيه في حاله الفرمله المفاجئه او الطارئه. جهاز ABS فنسيونه سوتوتي لروتا انكل سو جل بونوماتيك سونو روفيناتا، جهاز ABS بيعمل على كل الاطارات الاربعه بتوع السياره حتى لو كانت هذه الاطارات متهالكه او رديئه. الABS كونسنت دي اوتريزاري لا ماسيمو فورسا اديرنسا ان فريناتا، جهاز ده جهاز الABS بيعمل او بيوفر اعلى مستوى لتماسك اثناء الفرمله، تماسك الاطارات اثناء الفرمله بيقوم بها جهاز الABS. نشوف بعد كده عندي فرناتورا اسكو ليبراتا، فرناتورا اسكو ليبراتا اللي هي الفرملة غير المتوازنة، أسباب حدوث فرملة غير متوازنة، إيه السبب إن الفرملة تكون غير فعالة أو غير متوازنة؟ نشوف الأسباب. أونا فرناتورا بوكو إفيشينتي بيو إسري كاوزا دينشيدينتي جرافي، الفرملة غير المتوازنة أو غير الفعالة ممكن تكون سبب من أسباب اللي بتؤدي إلى حدوث أو وقوع الحوادث. نمرة 2 دي بريزنسا دي اريا فريناتا انتراتشو، الهواء او البخار اللي موجود في الدايره بتاعه الفرامل ممكن ايضا يعمل فرمله سوفيشينتي او فرمله غير فعاله او غير متوازنه. كمان كونسوم اشوسيفو ديل ورنسيون فريناتا، الاستهلاك المفرط لاطارات الفرمله او البستيليا بتاعه الفرامل ايضا بيسبب فرمله غير متوازنه او غير فعاله. كمان عند ايضا كونسوم ايرجولار دي الديسكو، الاستهلاك بتاع الديسك او القرص بتاع الفرمله ايضا بيكون متهالك ومستهلك وبالتالي بيسبب فرمله غير متوازنه او غير فعاله. كمان عندي ديل ديفيكولتاري بريسيوني دي جونفياتا دي بونوماتيك ديل ستيسو اسي، الجونفيا دي البونوماتيك اللي هي الضغط بتاع الاطارات بيكون مختلف في الاربع عجلات عن بعضها، يبقى اختلاف ضغط الاطارات في نفس المحور ايضا بيكون سبب من اسباب الفرمله غير الفعاله. ايضا كمان عندي دي الشيسيفو ريسكالدامينتو دي ورنسيوني فريناتا، الارتفاع المفرط في حراره اطارات
الفرمله اللي هي حراره او الباستيليا، تسخين الفرمله ايضا بيكون سبب من اسباب الفرامل غير المتزنه او غير الفعاله. ايضا الكاليكو الشوسيفو مالي روبوتوتو اللي هي الحموله المفرطه او الحموله الموزعه بشكل غير جيد بيكون ايضا عامل او سبب من اسباب الفرمله غير المتوازنه. ايضا كمان روبوتوتو فريناتا اللي هي الفرامل المتكرره او برولونجو فريناتا الفرمله الطويله او الفرمله اللي هي متكرره بشكل مفرط ايضا بتكون سبب من اسباب وقوع الحوادث. نشوف بعد كده عندي النمبيانتا ديسكاريكو. بيانتا ديسكاريكو اللي هي المرمتة الشكمان او عادم السيارة، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده نظام اللي هو الشكمان او عادم السيارة النمبيانتا ديسكاريكو اللي هو مصنوع دايما من الانبوب، انبوبة هو الطوبه، وبعد كده عندي كاتم الصوت. يبقى هنا يفطو ديون توبي ديسكاريكو دي المرميتا توبو ديسكاريكو دي المرميتا مصنوع من الانبوب العادم وكمان كاتم الصوت. وظيفة الشكمان او اللي هو المرميتا عادم او الشكمان او العادم وظيفته ريدوتشا نيكومينتي المستفركة اكويستيكو ديل فيكولي رودوري ديلا روموستيكا دي الفيكولي. الشكمان وظيفته ان هو بيقلل دايما من تلوث الهواء وكمان بيعمل تقليل لاكويستيكو ديل فيكولي رومور ديل فيكولي اللي هو صوت الناتج عن العربية، بيبدأ يقلل الصوت نتيجة وجود علبة كاتم الصوت اللي موجودة في المرمتة أو شكمان العربية. شيء نلفيكولي كون موتوري أو سكوبيا أو ديزل. الشكمان أو المرمتة موجودة دايما في العربيات اللي هي بمحرك احتراق داخلي أو حتى المحرك اللي هو ديزل. لمرمتة والتوبو ديسكاريكا فيني سوتويتو سي سونو روفوناتو وبوكاتو. لما تعرض النظام او الشكمان او كاتم الصوت او انبوب العادم اذا تعرض للتلف فيجب عليك دايما انك تبدا تستبدله على طول. ادي اهوت واحد تلف والتاني سليم. في حال تعرض كاتم الصوت وانبوب العادم في تلف او في صب يجب عليك دايما ان انت تغيره. دي في ستتويري. يبقى لا مرمتا دي في اسري ستتويتو كون الالترا تيب ابروفاتو بير كولا تيب ديل فيكولي. لما نيجي نغير بقى المرمتا او الشكمان او البيانت دي البيانت دي الجاز اللي هو الشكمان او اما اجي ابدا اغيره بيحصل ايه؟ اللي بيانت ديسكاريكو لما ابدا اغير الشكمان او المرمتة نغيرها من نفس النوع او التيب المعتمد ونفس نوع موديل العربية. كمان عندي حاجة مهمة، فيتاتو موديفيكاري لمبيانت ديسكاريكو شيسونو بيزانتي مولتا. في حال تغيير او عمل موديفيكا للعادم نظام الشكمان او المرمتة تبدا تعدل فيها او تغير فيها طبعا ده له غرامة او ملطة كبيرة جدا. يبقى لا يجب العبث او تغيير نظام العادم لان هناك غرامات كبيرة. الامبيانت ديسكاريكا هانو لاسكوبيا دي كون فوجولاري الجاز اسكاريكو فيرسو الاسترنو دوبو ابساطة لبرسيوني دي التمبراتورة. نظام العامد او نظام العامد في العربة بيقوم بنقل الغازات او ناتج الغازات الى الخارج بعد ما يقوم بتخفيض الضغط بعد تخفيض ضغط الغاز وحرارة الغاز بيتم اخراجه الى الخارج. الامبيانت ديسكاريكا هانو لاسكوبيا دي رودوري نيكوامنت اتموسفيريكا كاوزاتا دي كازا ديسكاريكو ديل فيكولي. يبقى هنا كاوزاتا ديل جاز ديسكاريكو ديل فيكولي ان النظام العامد بيهدف الى الحد من تلوث الهواء الناتج من عوادم السيارة او من الغاز المنبعث من عادم السيارة. ادي اهوت الجهاز ده اهوت اللي هو بيعمل كمصفاة او فلتر عشان ينقي
أو يقلل نسبة الهواء أو نسبة التلوث اللي خارجة من عادم السيارة إلى الخارج. افيري دي ماتوري كواندو الماتور نون فانسيونا بيو، يجب عليك انك دايما تعمل سيت توير تغير الماتور في حال لما يكون الماتور عطلان او فيه عطل. ده كل حاجة على الفرين الفرامل والامبيانت فرينا الامبيانت دي اسكاركو شكمان او المرمتة العادم او نظام العادم في السيارة. ده كان اخر جزء معانا في الباب 21. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.